عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير. عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك. كفر الله طاعتكم. كل عام وانتم بخير. عيدكم مبارك، احبكم وايد، عساكم من العايدين والفايزين. بيوق اهلي مثل ما تشوفون اهلي. ايه وانت طبعا راسي اهلي. انت يوعان؟ ها يوعان صح؟ إيه؟ معانا لان عيد كل يوم بيعيد لان ريوق وايد بانكيك. اوكي بانكيك اهم شيء صح. يلا يلا لحق لحق ريوق العيد يا عيال. هذه كشخة العيد. بعدين والله انا مسرحيه بعد شويه، اللي ما بيطلع بالتصوير يقعد هنا. شعور الريوق غير. الله متى ياذن حق الفطور. شربات شربات. تعرفون ريوقنا من وين؟ من وين؟ شنو اسمه؟ اقرأوا لنبه. أبو سطيف. هو تنقال كذي. أبو سطيف أبو سطيف أبو سطيف أبو سطيف أبو سطيف أبو سطيف. أقول إحنا كويتيين نقول أبو سطيف. ما في يعني أبو مصطفى مدلعينه أبو سطيف. بس هذا اللبناني. هذا يا أنا جاي من بغداد. جاي أنا أكل أبو سطيف. جاي من بغداد. جاي من بغداد الصبي. ابو سطيف احلى ريوق. اول شيء فلافل، هذا بوكس ريوق جاهز عندهم، والفول طبعا حق جاسم مخصوص. انا اذا كليت فول انا مش مسؤول. جماعه متبخره واخر شيء اكل مرتدل. طالبين احنا بوكسين، فهذا بيض لبنه. ما ننسى الحمص بالريوق. بالريوق ايه الحمص موجود. زاويه وين يعني بيقص عليك يعني. لا عادل ما خلى خلص كل هذا. شو عادل كل هذا ما كله؟ لا الحين ما كله. شوف نوتيلا وهذا بالحمص شوي. اشوف 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 طعمه حلو شكله. عطني صوب النوتيلا. اليوم عندنا عرض واكيد بعيود بصل. وين البصل؟ تبي اكل بصل الحين؟ من يبي شاي؟ تبي فراوله؟ انا ابي شاي. امك تبي فراوله؟ انا بعد. معاه؟ ابيك بيض كل شيء ابيك. انا مزاوم متريقه. صار لي شهر كامل مو متريقه. انا صار لي سنه لان قبل اروح المدرسه ما تريق. لا انا اروح المدرسه كل مره. مشكوره يبا. خش فلافل مع حمص. بالعافيه. الله يعافيك. الله يا الفلافل، الله يا الفلافل. حسين تخصصه حمص، تعرفون ولا لا؟ حمص حمصيص. لازم يذوق الحمص يقول لنا حلو ولا لا. ابي خبز. او شلون كنت بتاكل؟ صبعي. هو حسين تخصصه ابي حمص حق حمص. هناك في هناك في هناك في. صورين صورين. لحظة احنا الحين احنا نبي نعرف. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا بالذوق؟ ايه انظر. ما شاء الله. هو تخصصه الحمص حسين يقول لنا. يقول لنا حلو ولا لا. لا حسين لا تسوي نفسك دا قدام الكاميرا كلها لقمة واحدة. طبعا مرة ثانية ما راح اكل ريوق مع عادل. كل شوي يقوم يقعد يقوم يقعد. شكو شكو شكو. صح صح كلامه اخوي كنت يقوله صح. ليش ما تقعد؟ والله هذا تنفيذه مني. تعلم تعلم. ليش؟ صرخت علي كان ابوي يصرخ عليها. لا تصرخين على عادل. كانت سكتها. ابوي ما يشرف علي عشان انت. يلا 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 يلا. راسك مربع وتلبس نظارة. زين هي راسها مربع. والله اي والله. ابوي حنان امس امس رحنا وصلنا له عدسات طبيه حق المسرح. وصلت له عدسات؟ اي لان في انحراف ما طلبنا له اياهم بيفصلون له اياهم بيبونه يوم السبت. كل شيء فيه مو عدل عادل. لانه ما يقدر يحط المايك وهو لابس نظاره وهذا خلص الحمد وما قال لنا شنو حلو ولا مو حلو. ها حسين جماعة عاد الفرد الوحيد اللي بالعائلة اللي ما اقدر اقطع عليه حنان. اقول لكم ليش؟ ان اول ما تقشر معها اقول تبكي. تبكي ولا تعصب؟ بوبو حنان لما تقشر معها تبكي ولا لا؟ شنو تتغشم معاك؟ يعني بعدين انت تتغشم معاك؟ هذه؟ هذه؟ اخر واحدة ما يخلينا ناكل من الحمص. حسين ماخذ شخصية العتوي. حسين انت اليوم هي مسرحيتنا صح؟ لا. متى اي يوم بتي؟ عقب باكر كنا. اه عقب باكر. رعي راح يعرف عقب باكر سالفة العتوة. ما راح يروحون. اي روان اليوم. يا جماعة ياسمين متى؟ ياسمين اليوم. ياسمين اليوم؟ قاعدة ولا تذكرها؟ نبي تذكرها. في في في. عاد انا معلم حسين حركة حمودي. شنو
سو 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 الحرم حمودي بطن فيها وسو حمودي بطن فيها وسو العيد؟ احنا قلنا لازم نجيب احلى ريوق. هذا يوم مميز لازم احلى ريوق. فرح شنو اسمه؟ صح. ابيكم اليوم بالمسرحيه كذي، ابي الحوارات كذي. اي نبي باور. صح نتكلم يعني صدق نتكلم حاطين مايكات، احنا المسرحيه الوحيده في الكويت وفي العالم لا نتكلم باللايف كذي. صح احنا المسرحيه الوحيده اللي اهل صجيين. ها؟ إيه يعني عائلة كاملة تمثل المسرحية. إيه شل عائلة ممثلة. بس حتى اللي ويانا كلهم صرنا عائلة، كلنا مع بعض على قلب واحد. كلنا الممثلين كلهم. إحنا عائلة صجيين. إيه إحنا عائلة صجيين صح. ها شلون الحمسة؟ حلوة. حلوة. مصطيف أحلى ولا المطعم الصيني اللي رحنا له قبل يومين؟ مصطيف وايد أحلى. عشان تعرف تختار مطاعم مرة ثانية. مطعم الصيني رحت 10 مرات الحمام. لأن بوبو أي شيء يشوف بالتيك توك يصدق. إيه. شايف المطعم ورايح وسحور بعد. أنا إيه أنا وإحنا ودي كان يودينا فطور قلنا له ما نروح إلا السحور. رحنا السحور وابتلش الولد. ابتلشت ولا ما ابتلشت؟ مشكور والله احنا حابين صراحه رقم روتيني كل حمام. والله خوش روتين حلو روتينك عجيب. اصلا من قام يروح حمام 2024. ها وين نروح عيل؟ وين نروح؟ عاد يروح حمام عيل وين نروح؟ مو شغلي ما عاد يروح بوكس برا شنو؟ لا ولا شيء ولا مكان. ترى عيد ليش قاعد تسولفون كذي؟ عيد عيد لازم ليفل اب حق السوالف فلوس صح. مثلا نسولف اي لون نبي هالازرق زرقتين الفلوس غزها الوان الفلوس شنو الزرق؟ حدش لون واحد اخضر لا ما شنو اخضر اي شنو الاخضر شنو؟ نص نص دينار ليش نص؟ بابا مانا ها؟ انت ادعم لون واحد لون بني شنو؟ دينار؟ لا ربع دينار لا شوفي بقى انا عطني زرقتين ايه؟ روان زرقة روان شي تقول واحدة بس 20 واحدة هذا وانا اختك وطلعتك اليوم حبيبتي انا طالعة على حسابي انا حاط الجوجل ماب انا حاط الاغاني ونطح تليفونها انا ايبة وانا تبي شيء كله ايه هي تسوق السيارة لازم تركز يبا انا بس ماسك السكان وحاط طريقها على الجيجة انا مبتدئة فلازم اللي يمي شوية تساعدني يبا كل ريحة تزلق ريحة 24 ساعة زالقة من البريك صحيح هالكلامي ما ركبت صح ركبت امس بغيت اتجول لا طيب ما شو عن المطبات؟ لا مطبات ترى ما تعترف بالمطبات يعني ما كبر شارع زيدة ما بس خل ماما حنا تطلع كان ما راح اطلع ابغى اطلع يوم انا ما لي شغل في حلم لا 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 ما لي شغل لا ترى روان فوقتها زينه وحلوه وكل شيء زين بس شنو العيديه هي اقل لا لان انا اشتغل اكثر هي ليش تقول؟ تقول ايه هي زرقتين يعني 40 دينار وانت زرقه واحده يعني 20 دينار وعادل 5 زرق يعني كم؟ يعني 100 دينار عادل عرفت ماكو لون ذهبي لا البني ربع 10 فلوس 10 فلوس ايه البني حق بوبو قلت له حدكم على عادل حدكم على عادل 640 فلس هذا اللي حافظ مو فاهم بالكويت حتى بالكويت وفرح ولا لون فرح كل شيء كله لون ولا لون فرح فرح عطوها عطوها عرفتها لما سافر فرح عطوها دنيا عطوها دنيا عطوها عالم لا يبا انت عطوك عالم من زمان تتذكر الفلوس اللي مثلا قبل رحنا تايلاند في فوق ايه؟ عندك عملات ايه؟ عطى فرح تصدقون عاد كلكم راح اعطيكم اقل من فرح فرح الوحيده راح اعطيها سياره وبيت جديد واقص لها تذكره تسافر اوكي عبالكم هذه فروحة ترى تسمت هاي فروحة الحلوة هذه ترى صدقتك فرح ماما حنان انا وياك فرح تاخذين ماما حنان وياك شاطرة حنان وروان تاخذينهم ليت لو انا صغير ليت لو انا صغير انت شنو انت صغير انت شنو ليت لو انا صغير اصغر واحد ترى بوبو
امي اكثر واحد من العتب هو شنو يريد. شوف النظره شوف النظره ايه طالع نظرات بس هو الحقيقه هذا الواقع لا يعني تدرون ليش تدرون ليش انت جاري يدعي الشيء حقها تدرون ليش لان هذا الولد حلو وجميل ويكسر الخاطر وجماله جماله ما اقدر على جماله هذا الله والله العظيم يا بوبو تدري شنو ودي اسوي الحين تدري شنو ودي اسوي الحين والله شوفوا ودي اسوي كذي الله ايش ليش عجبك تدري هالبوسه ايش كثر شنو ليش عجبك ترى عجبك ها ما سويت شيء بشرب هذا الماي كامل اوكي واحد يلا نخلي يومكم تاكل بعدين نروح لمسابقتنا يلا الدنانير الدنانير دنانير يلا طبعا كل عيد وكل يوم وطول السنة وطول الأسبوع وما أدري شو أقول لازم عصير تايم عصير تايم نزلين أغنية جديدة الأغنية نزلوها عشان ننزلها بعصير جديد اسمه بوم بوم زين البوم بوم شكله لذيذ شكله كورفليكس ايام قبل الكوكيز ايام قبل كم عمرك انت مولود 2015 19 19 19 ياسمين اول شيء راح نبطل العصير ونحط الميني كوكيز هذا حقي حق بوبو انا حطيت بوم وانا بعد فرح كان هذا عصير الحين عادل يحط شوفي انا تكتيكي تكتيكي اخاف ادمر دمر ملابس العيد بوم 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 يفوز عصير تايم عشان عصيرهم الجديد اسمه بوم بوم سووا اغنيه جديده فاحنا الحين راح نغني لكم مقطع وايد حلو من الاغنيه تدرون بعد احنا كنا مغنيين يبو طيبه على القلب بوم 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 على القلب بوم 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 على القلب بوم 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 عصير تايم بوم 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 على القلب بوم 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 على القلب صوت امي طبعا يعني الحين لما انا اشرب اول ما اشرب اقول بوم 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 اشوف خل عادل يشرب اشوف بوم 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 يم 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 صح 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 طبعا عندهم بعد هذا البيكن بايتس زين حلو قهوة كذي سوي واو جديد هذا تخصص امي طبعا ما ننسى ما ننسى الكينج عاد الاسطورة والكينج الثاني سوبر بوبو طبعا يعني عيد طيب سوبر بوبو بعدين طلبوا بوم 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 طلبوهم كلهم عشان تذوقون بوم حتى لو انت واحد واثنين طلبوا انا سوبر بوبو وتعرفوني بوم 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 او نفس الشيء ايه احبكم وادري تحبوني بوم 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 لا لو حطينا بعد يم 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 صح والله احنا ملحنين ومؤلمين ما اقدر يعني قدرات خويين يا جماعه تمدح نفسه شلون كذي واو واو كل عيالي طالعين علي فنانين ترى ابوي صوته احلى من امي والله والله العظيم ابوها صوته احسن منك لا انا احلى قسم بالله بابا والله انا احلى انت ماما صوتك شنو حلو انا احلى صوت احلى شفتوا أنا صوتي شيء مغرورة مغرورة جينا احنا العيلة بنعدهم بدنا الثنتين لويا وشطانة سم واحد أمية واثنين هاو كنا قاعدين فريحتنا اش صار الحين هاو بدنا صار جنة خلاطة فيها بنتين هاو وان زين تو يو هاو 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 مسرحيتنا تعالوا ناطرينكم ناطرينكم ب 102 بوبو قول لهم وين ناطرينهم 102 على مسرح نادي السالمية ناطرينكم على 102 بمسرح السالمية يا جماعة كلموا اهاليكم حنوا عليهم قول لهم من eventad.com تحجزون من هناك دوروا مسرحية اسمها 102 وحجزوا تعالوا ولما تيور راح نصور وياكم بعد المسرحية والمسرحية لايف مو بس بلاي باك يعني نتكلم صح 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 ممثلين حقيقيين نتكلم يا جماعه يا جماعه والله ونسكم تعال ونسكم يعني هو احسن ممثل وهو احسن واحد كله هو احسن واحد والله ترى حلو بوم 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 ليه
والله عجبني بوم بوم. انا ما ذقته. يلا ذوق. لازم اجي هني اذوق. لازم اجي هني اذوق. انا عبالي هو بوم بوم بوم. يا سنتاج عليها سحبه. ابي 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 كوكيز خوي على القلب بام 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 على القلب بام 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 على القلب بام 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 عصير تايم يام 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 عصير تايم يام 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 عصير تايم يام 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 يين احنا الاثنين من عندهم بيت احنا الاثنين احنا الاثنين احنا العيله العيله احنا انا عندي مشكله الكلمات ما احفظ مشاكل صعب ما اسمع اغاني وايد ولا بعد ما اسمع اغاني وايد شنو 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 امان انا اسمع اغاني لا عادل ما يسمع اغاني عادل عادل صوره العيد والله يا بزين شنو والله يا بزين شنو والله شنو والله يا بزين شنو والله يا بزين يعني تعطيكم ترى انا مو على بالكم اي شيء سمعتوا جاهزين حق مسابقه جاهزين حق الفلوس ترى الفلوس فيه شويه وفيه وايد جاهزين يلا اي ايش انت قاعد تمشون وياي والله يبزين والله يبزين كثر الله خيرك تبيهم خذهم لا والله عليك بالعافيه لا والله عيديتك شو وصلت من يوم المشاير اي وصلت العيديه وصلت بالرابط حق بالرابط حبيبي الحين صار وقت العيادي عندهم الصناديق هذول ما يدرون شنو فيها طبعا بس انا ادري وسالوني قلت لهم ما ادري كذبت المهم طبعا مسكرين اي مسكرين راح تلفون واللي يطلع لكم ترضون فيه وتاخذونه لو يطلع لكم 100 فلس يطلع لكم مثلا نص دينار احنا ما لنا شغل كل عيد احنا يا نسوي اظروف ياخذون كذي وما يدرون واللي يطلع لهم مثل العيد اللي فات العيد هذا سوينا هذا التحدي بس شوفوا شباب انا بيعطي كل واحد 20 دينار اللي يبي 20 اعطيه الحين يطلع من التحدي لان هذا عادي في 100 فلس وفي 100 دينار وفي 500 دينار ما ادري يعني ما في شوفوا خربت علي لا صدمت خربت علي يعني ما في 500 من 100 فلس ل 100 دينار يلا خربت الكل التحدي ام التحدي ترى انا بقول لك ما بيطلع اي منو اللي يبي 20 دينار ويطلع انا 20 تطلعين ها تلعبين ولا تبين 20 ها شوفي اعطيك 20 تطلعين ال 20 فدانه ها اعطيك 20 تطلعين ولا تلعبين يلا تبي تلعب عيل من اول واحد انا عادل قال اول واحد يلا اوكي يلا. بعدين راح اجيب لكم من ثاني واحد اللي يرفع ايده اول هو يصير ثاني يرفع واحد يقول اللي يقول انا اوكي الحين عادل اول واحد اوكي أوكي. يلا. يلا كلكم ورا الكاميرا تمنوا حق عادل الحظ كتبوا بالكومنتات كتبوا بالكومنتات منو تبون اللي ياخذ اعلى شيء اوكي يا ربان اكثر يا ربان اكثر يلا يلا يا عادل
بسم الله. هذا طلع لي هذا الصندوق. طلع لي هذا بس انا حركته بالغلط. يلا. بطل. شوف شنو يطلع لك. لا 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 لا. يبي يكسره يبي يكسره. كذي. بس. ايش فيك؟ شوي 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 عادل حبيبي شوي شوي. شنو اللي داخل؟ عادل طلع له 5 دنانير. بس في شيء مكتوب ورا اقرا. مبروك الايفون 5 ساعات. في 500 ولا ما في؟ يا باش او ماي جاد. في 500 ولا ما في؟ في 500؟ يلا اطلع فيه. يبا صدق هو مقلب. هو 5 دنانير مانيبولي مو. لا لا ربح الايفون. وين ايفون؟ ايفوني كاو. ها ها ايفون جديد تبي؟ ها دقيقة يبا مو مصدقك. ليش ما تقول لي؟ ها قلنا لكم في من 100 فشل 500. ما تقول لي اي واحد فيه ايفون. ما يصير هذا غبي. عاد والله والله العظيم ان عادل اول مره سواها طلع له. والله العظيم صح ولا لا؟ احنا موجودين بس نعيد انا مو راضيه. انت طلعني مره ثانيه. الله يبا صح انت تصدق ان ايفون؟ لا ها بحظين يا الايفون وكفر ايفون بلاك اغلى واحد كاهو مسكر. يبا انا بعد ابي شنو تفضل. يبا شوف تليفوني 14 تليفوني 12 انا 11 11. والله ثقيل يا جماعه والله كنا صدق. بطله بطله خلينا نشوف. يقول كنا صدق. دقيقه عدنان تدري كان قبل نص ساعه كذي قاعد يوريني تليفونه يقول لي مكسوره بتليفون ثاني. صدق قسم وين تليفونك؟ وين تليفونك؟ كنت قاعد اقول له احسن ودي صار تليفوني بس تليفوني كله مكسور. وين تليفونك؟ وين فقير والله تليفوني مكسور. انا اوريكم شيء هذا مو معي 3 سنين ما 4 سنين من اول سنه كسرته. عرفتوا الحين شوفوا شوفوا شو مسوي بي هذا. شوفوا هذا التليفون يا له هديه من عصير تايم. انتم فوزتوا عادل بايفون لو تذكرون قبل في فيديو قلنا اللي يكتب كومنتات اكثر بين عادل وبوبو يربح الايفون. عادل اللي فاز وربح الايفون. راح فيه فقير صور من ورا من قدام مسكين. امبي انا عندي 3 سنين هذا معي استخدمه. انا تليفوناتي اللي من وانا كبر عادل ولا واحد منهم مكسور. شنو هذا؟ انت شاطره. لا لا تعطي عطني زين وقتها كان عمري 9 سنين. هذا التليفون عليه كفاله 2 سنين. اذا انكسرت شاشته او شيء تقولون لنا عشان نوديه لصالحه يجددونه. دافعين 130 دينار كفاله. كفاله بس. اوه ماي جاد. لان تدرون ليش؟ انا خفت انه يطلع حق فرح وفرح تكسره. يلا بطله قدام. بطله بطله من هني. تذكرت لما يبتوي تليفون عشان كنت من هاره من الفاينل. اوه صخه صخه. اوه بدايه 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 طاحوا الاغلاف. دير بالك وحافظ عليه. لازم شيل هذا اوريكم. والله صدق ها ساتسفاين يو ساتسفاين. عبالكم احنا ليه اخر ربع عبالنا عبالكم مغلب؟ اي لا صدق احسه بشتغل. والله يا جماعه خليني اوريكم شيء. شوفوا شوفوا هذا الشحن. بس هذا مو نفس اللي عندك ماكس. عندك عود هذا الاصغر. يا جماعه والله شوفوا شوفوا الفرق فرق الحجم. تليفون مهات تليفون شي ناس كبري. ها لا لا حبيبي كفر كفر امهات تليفون امهات كل شيء امهات. هذا تليفون امهات. هذا تليفون امهات. هذا تليفون امهات. العكس لا تليفون يا مال. هذا تليفون امهات. زين انا بجيب ثاني واحد. ما اسال ما اسال اسال لازم لازم اسال لازم. في احد يبي يعطيه 20 العيديه مالته ولا تستمرون بالمسابقه؟ نستمر بالمسابقه كلكم؟ دقيقه انا احس في مغلب. احس بس ايفون باقي كله يمكن انت خلاص طلعت من المسابقه. اطلع يلا اطلع البيت. قسم بالله قوي والله العظيم اطلع من حياتي رب الكعبه. ما حد راي باص راسنا ولا سلم علينا ولا قال مشكورين حتى انا مشكورين 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 مشكورين. خرب خرب ترى الحين اتقبل التليفون. يلا استقبل. يلا كمل. انا لا انا لازم اسال من ذا الواحد. لا تصارخ لا تصارخ. انا امس منزل بوست بالانستغرام كاتب هذا ابو الصراخ. لا تصارخ صوت ابراهيم عندنا مسرحيه. لا تصارخ
ابراهيم عادل حسين قال اول. يلا حسين يلا وخروا ورا الكاميرا ورا الكاميرا ورا الكاميرا. حسين يقول يس فرصه. زين واذا طلع للحين هذا اللي ما في شيء اخذ ايفون. هذا صار فاضي خلاص. اي صار شنو شنو؟ اي اذا طلع لك هذا تعيد. واي واي كلونه كلونه. ها بالنص بالنص سعيد بالنص والله بالنص. انا احس على يلا خلي عيد خلي عيد خلي عيد يلا شكله حلو كيفك؟ شويه عندي هالشاش العود. بالنص بالنص لا هذه على تحت خلاص اختار اختار واحده تبي هذه ولا هذه اختار انت شنو تقول؟ ما ندري انا ما ادري هذه علي طالق ايفون 14 والله والله العظيم انها هي اللي حاطه انا ما ادري يلا شوف لا لا شوف 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 خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه شوف تسعه ثمان دنانير ثمان دنانير 20 عيدية حسين طلعت ثمان دنانير كيف عرفت بخير؟ في احد يبي يستمر ولا في احد يبي 20 دينار؟ مستمرين؟ اي مستمرين حسين برا خسران برا يلا تعال من الحين يبي يبدي؟ انا انا هو قال اول احنا الخالات الكبار تعبنا يلا روحي هناك روحي هناك انصب اليمين انصب اليمين بسم الله لا ما اخذه 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 لا ما سوى هذا اوه هذا عيد يا خرافي الهوي عيد عشرة لا يلا واحد اثنين ثلاث اربع خمسين دينار 50 دينار اكثر من العشرين عيديته مبروك مبروك خشم جيبي خشم خشم من الحين يبي يدي؟ ايه فرح فرح بنت فرح هي قالت يلا روح انا بعرف الايفون 15 ما يمني انا عندي يلا روح سوي هذا يلا بروح بطلي لحظه فرح تعال كذي يلا بطلي يلا عدي واحد ايه اعطيني اياه 10 11 100 12 دينار مبروك وايد نايس طلعت وايد 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 باقي حنان وروان وياسمين ياسمين ما تطلع ورا الكاميرا من اللي يبدي؟ أنا حنان أول شيء واحد اثنين يا رب شي خايس يا رب هذه الوحيدة اللي خايس يا رب 100 فلس 100 فلس ايفون بس تطلع بس تطلع فاضي قص عليكم قص عليكم قصد عليكم هذا اللي مو مختاره لا ما في يرحمك الله يا من بولي من بولي كان شيء حلو موسى من عدنان من عدنان يعني معناته حنان ما لها عيدية لها بوسة مني أنا. راح أعطيها آيفون بوسة ما قال. لا لا خلاص ما عندها. حنان 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 شوفي شوفي بدون عيدية بدون عيدية بدون عيدية. بس البوسة اللي أعطيتها إياها بحب. لا شك. يلا برا يلا. يلا. يلا الحين باقي ياسمين ويا منو عندي؟ أنا. هذا أول. هذا اللي صار شو يسوي؟ بالنص عيدة عيدة اخذ اللي على اليسار اللي فوق اللي فوق رهون هذه اما اما خذ اما خذ انا ما اخذ انا ما اخذ ها روان كم؟ 15 دينار يا جماعه والله اختي تستاهل قسم بالله تستاهل كل خير هذه الاخت تستاهل كل خير وهذه تستاهل كل خير منو هذه؟ هذه منو؟ هذه فرح فرح وحنان ايه روح روح الحين باقي بس ياسمين ياسمين تبي تكملين ولا تبين 20 اكيد متاكده قسم بالله طلعوا عيني ما في شيء ما في شيء ترى خلاص قولي واحده بس ترى وينها هذا هذه فيها بس هذه بعد بطلي هذه شم شم ادي ادي 10 20 20 دينار تشبخ العيديه زين انا ما بطلع
اكل هذه بشبشب. يلا هذه اكثر شيء انا قاعد اقول. لا انطر دقيقه معلقه كم دينارين. اعطيني اشوف انا ما طلع لي دينارين. شفتي كلام خاص خلصوا. وي خلاص اشوف ما طلع لي دينارين. ياسمين جماعه مثل ما تدرون انا فايز بالتحدي وما في احد نفسي بهالعيد. انا العيد انا فايزين. انا فايزين العيد هذا. الحظ واقف معاي مثل ما تشوفون. 500 دينار صح ولا لا؟ صح. اخ يا جماعه شباب شباب لا شباب راضين عن الاعياد؟ ايه راضين. ايه طيب جماعه تمشي راضين. راضين بقول راضين عن الاعياد. راضين عن الاعياد. يلا يا جماعه الحين مدام رضينا على العيادي راح شو حسين ماك شو عيديتنا. هذه البوسة هد لا تشيل البوسة. هذه البوسة ما تعرف ما متمنيت لك الخير. ها إذا قلتي كم هذي لا تشيلهم. ما أعرف أحسب. عدانا 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 200 غلط. 500 زين يلا قول 150 غلط. 450 غلط. 120 غلط. 400 دينار. ها انا شنو انا قلت 450. زين يلا عدهم عدهم. كل عام وانتم بخير. عساكم العايدين والفايزين. نحبكم وايد وان شاء الله السنه حلوه عليكم وعيد حلو عليكم وتقبل طاعتكم. كلكم ان شاء الله كنتوا صايمين كتبوا لنا كم جمعتوا عيادي؟ كم جمعتوا عيادي هالسنه؟ نبي نشوفكم. كتبوا لنا كم يوم صنتوا؟ صح شنو يا زرافيل؟ شوفوا يعني ما حد فطر منكم؟ لا احنا نشوف الكومنتات ترى ونعطي لايكات. فانا بنشوف كومنتاتكم كاتبين كم جمعتوا العيادي. لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب. شو نقول لهم اخر شيء؟ باي. كود لايت جوب PHO2KW باي. فروحه يلا فروحه. كل عام وانتم بخير. ليش زعلانه مره ثانيه؟ كل سمعت تقولين عيدكم. يلا ما يخالف مره ثانيه يعني خلي ريلاكس عادي. تدرون كم مره عادت ماما حنان؟ 5000 مره. يلا لانك انت توترني. عيدكم مبارك. عيدكم عرفت ليش؟ ليش ما عيدك؟ عيدكم قاعد تقولين عيدكم مبارك. يلا 1 2 3 عيدكم مبارك. ما يصير صح هذه صح.